واليوم جينا لواحد المغاره كما تشوفوا معايا هنا. قالت لكم اسيدي هذه المغاره اكتشفت نهار 2 في شهر 6 1816 وكتشفت اكتشف واحد الراجل. هيا كاين عطيمات مشويات مقليات فريد. اهلا وسهلا الغزالات ديالي وصباح النور، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كاينه انا ومنار على جوليا غادي للسوق. اليوم الثلاث كاين السوق في مدينه كونيا، مدينه اللي هنايا كاينه في غيشت ابيغ. غادي نمشيو ان شاء الله اليوم للسوق، غادي نعرفوا منار في السويقه، نوريك حتى السوق ديال الطاليان. ها شوف حتى الله ليمان ما عندناش السواق ديال السوق. نشري لها التفاح، نشري لك التفاح ولا البنان؟ نشريهم بجوج. هو اليوم الجو ما مساعدش، كاين واحد الغمام كاين واحد الضباب، ولكن ما علينا، ضروري غنمشيو للسوق ديال كونيو، غادي نضربوا واحد الدويره تما نشوفوا. كاينه غير انا وياها وجوليا، الدراري مشاو مع ولدي مشى مع باه وولادها مشاو مع راجلها، مشاو داو من الجبل يجري واحد شويه. المهم درت الدفيره شعرك الدايره، قال لك لالا واحد الشفنجه بدات غادي تهبط مسكينه. مبغاش تشد. المهم غادي نمشيو دابا ان شاء الله. انا صراحه ما فطرتش، انت فطرتي؟ ما فاضرة ما واكلت حتى شي حاجه، ما نقولش لكم شاربه قهوه كحله تتقطع القلب. غنمشيو نشوفو شي حاجه خرب، مابقاش الحال يمكن راه السوق تيبقى غير ثلاثه ولا ما عارف الربعه الا ما كانش حتى الوحده. المهم غنلحقو ان شاء الله. المهم عندي ان تشوف مع السوق، وما هنا راه كنجي ليه ديما ديما ديما. او باركينغ كلشي عامر كلشي عامر كلشي عامر، هذا هو المشكل ديال نهار السوق. شوف انتم الحلوه بحال ديال المغرب. دينا انا ومنا هنا كافي ماروكينو، هذا علاش سميتو ماروكينو؟ حقاش داير بحال القهوه نص نص ديال المغرب، نص 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 هي هذه. ولي باستي بس غنقول لكم واحد المذاق. يا سلام يا سلام يا سلام. وجينا دخلنا للسوق، سنقدم لكم الاخ من المغرب. شوفوا على زرابي شحال واعرين. مرحبا صراحه واعرين. شوفوا ومن عند ولاد البلاد انكورا بيو. تاركين هنا ولا راجعين؟ نرجعوا ان شاء الله. شوف على زربيه علاش بغيتي تمشي بحالكم؟ دابا شوف المغرب نديكم معنا لالمانيا. لا قولي انتما غادي لالمانيا بارده علينا خليونا خليونا هنا الصيف قريب. زوينين صراحه بارك الله فيك. زدنا خويا ربي يخليك. المهم كيما كتشوفوا هنا كاين السوق. اش غنقول لكم؟ عزلوا تخير. اش غنقول لكم؟ كاين بزاف بزاف ما يتشاف وبزاف ما يدار. مانا عجبك السوق؟ قولي انا بحال دخلت. شوفوا على كراسي شحال زويونين، كل عاقل هذوك الكراسي ديال الخشب ديال المغرب، ها هما طوروهم وداروهم بلوسيدات فنانين ب 10 اورو الواحد. وسخيخن. احنا باقيين في السوق، ملقيتش في تريكوات. اش غادي نقول لكم؟ زوينين سخان ب 17 اورو، ولكن الثمن اش غنقول لكم؟ يستاهلوه 70000 مره. 17 اورو ماشي غاليين بزاف على واحد التريكوات. اش غنقول لكم؟ داكشي زوين داكشي واعر. انني استمتع انني اتلذذ بالسوق. ها هاد هو هاد البلاصه تيبيعوا الصبابط دي ماركه ماركه، يعني تيكونوا ولكن حتى الاثمنه راه ماشي تيرخصوا زعما بزاف. واردا ادي زامبيو كيدو دي كويستو. شوف دابا انا غنسولها بالعاني على هذا، نقول لها بشحال وتشوف. شوف شحال مزعج. كوانتو فياني كويستو؟ هذا قالت لكم 140 اورو. دابا في الحانوت يقدر يكون داير 200 ولا. الجلد زوين وما دي نيتالي.
هذا زوين واعر، كون كان هذا بالذهبي يكون احسن. زوينه شوفي كتيبان يبان زوين، ما عنده حتى ماركه غير هو ماد ان ايطالي. زوين صراحه تيبان تيبان سنيو. هذا صراحه زوين ولكن مكثرين فيه، كون عا كانت هاد الصمطه ما كايناش يكونوا فيه غير هاد اللعيبات يكون حسن. زوين المهم بنات هنا راه تيبيعوا داكشي دي ماركه ديال ماركه، وتتلقاي تتصيدي شي حاجه الا لقيتي شي حاجه ما تصيدي. ماشي لبسه وشي سروال واسع من التحت ولا صراحه فني ومنت الطالو اللي فيه زوين. منين هاد الماركه هذه ديال سيسلي؟ ولكن دابا غادي تلقاو هذا فيه 40 وغيكون غير هذا. وغنشوف هنايا ماد ان ايطالي زوين. كوانتو فياني كويستو؟ هانتوما بحال هاد العرارم بحال الشكل ديال الخرده ولا الجوطيه، ولكن هادو راه تيكونوا جداد، تيكونوا بقايا من شي مغازا ولا شي حاجه. وشي مره الا كان عندك الزهر وقلبتي تقدري تلقاي شي حاجه تكون زوينه. خاص يكون عندك الخاطر، يكون عندك الخاطر والنفس الطويل باش تقلبي بشويه بشويه. انتي تتبكي ناين جات سي ماوز ناين هادي سون ديام. المعده ديالي غادي تتقبل ليا بالجوع، غنمشيو ناكلوا شي حاجه تنقلبوا. كاين واحد المصري هنا الفوق تيبيع الشاورما وداكشي. المهم ما خصناش نتقلوا ثاني بزاف بالماكله لحقاش باقي خاصنا نمشيو نتعشاو في الليل مجموعين مع رجالنا كل مع ازواجنا مع الزوج نتاعي الزوج ديالي مع راجلي. المهم اش كنت نقول لكم هادو بلا مشطراجين مره مره تطري الفرخ تنسى. نتفرجوا انا وياكم في الفيترينات نشوف هنايا مجوهرات داكشي الزوين. انه اللؤلؤ زوين هاد الليكات. حنا منين تنشري سكاني ديال الفيرو مارتيني. المهم غادي ندخل وغادي نشوف شنو عندهم. شوفوا شحال زوين هاد الطريبيش. الفيرو مارتيني نون بيو البروبيتاريو ديال لا بريما كلاسي ادسو دي انجيليني كريدو بيركي ها فاتو ان'altra. كويسه دي ستوفا سي. المهم لقيت انا راكم عارفين اللي ضربني على هاد لا مارك هادي. والصراحه هادي زوينه بزاف كبيره ماشي بحال هادو اللي عندي. هادي اللي عندي شويه جات نازله في الجن وهادي جات بحال هكا. المهم غنشوف شحال دايره في الثمن. هنايا الحانوت العادي ماشي اوتليت ما تيكونوش ناقصين في الثمن. هانتوما هنايا كاين ساكادوات كاين كيف ما كتشوفوا كاين هاد البوط حتى هو عجبني ولكن ديجا شريت يعني واحد ما يعيقش ثاني ماشي. وهادي هي اللي عجبتني دابا غنشوف شحال دايره في الثمن ونشوف. شريت الساك اللي وريت لكم قبيله صراحه راكم عارفين اللي ضربني على الخريطه خريطه العالم. الجو عندنا لالا الجو كيف ما كتشوفوا قري. المهم جلسنا هنايا نتراحوا واحد شويه وغناكلوا كما قلت لكم طونا عند واحد الولد هنا مصري سميته هراس بيتسيريا كباب بيتزا كباب بيتزا كباب. وشدينا الليمون صودا الليمون صودا. هاد المناظره هادي ما نقولش لكم اللي جات للطاليان عطله ولا جات للطاليان هنايا ما تنساش تجرب هاد الليمون صودا اكيد غتعجبكم. سولو دا ليمون ايطالياني فيها غير السيترون ديال الطاليان تتشربيها كتحسي براسك تشربي عصير ديال الحمض عصره بيدك وهو فيه الغاز. هذا هو الاحساس ديال احساس جميل. للاسف ما عندناش في المانيا ولكن اكيد غنشري منه واحد جوج صنيديقات نديهم معايا. اش غنقول لكم واعر لذيذ وحق الله احسن من ديال الاتراك. دابا حنا عاد نتعشاو لا حنا غنتغداو دابا. شوفوا شوفوا الحركه ديال لكم انا غنخولي هذه نديها معايا ديال الهريسه ديال المغرب. يا الهي انه لذيذ جدا. دابا المشكل اللي كلينا دابا الربعه هذه ديال العشيه ولا كلينا ما عرفتش واش غيبقى فيا الجوع نتعشاو ولا لا. المذاق يا سلام شكرا. وطبعا فايت لكم وشفتوا معايا مدينه كونيو الجميله. كاين هنا القواس 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 ومدينه كلها دايرين بها الاقواس. وكيف ما كتشوفوا هنا كاين واحد الشارع
كله طويل وزوين كما كتشوفوا بحال هكا. ومن هاد الجهه هذه كذلك شارع طويل. اختي اللي تقدم عرفتي شوفوا بغيت السكر. المهم هادو ودابا وحنا دايزين من دايزين من هنايا كيف ما كتشوفوا. بغيت نوري لكم هنايا الشتاين بيكس ولا هاد الانواع. هذا هو الفونغو بورتشينو اللي تيكون في الجبل تتكون ريحته قويه بزاف. المهم لحقاش دابا لا ستاجون ديالو. هذا هو الوقت ديالو ديال الخريف بحال هكا تيكون. كيبيعوه هنايا وكيبيعوا هنا الطرطوفه. درو في راس مقليه وريته لكم في الفلوق اللي فات. كاين الابيض وكاين الكحل. المهم بلات هذا ماشي الترفاس هذا الطرطوفو. هذا الابيض تقريبا راه تيوصل حتى 3000 اورو للكيلو يعني 3 المليون للكيلو. وهذا داير 140 الف ريال 150 160 الف ريال للكيلو. هذا الكحل ابتداء من 4000 درهم ل 7000 8000 درهم وزوين. المهم هذا البيض شي شويه مجهد. واليوم جينا لواحد المغاره كما تشوفوا معايا هنا نشوفهم. المهم ما كانش كيفاش ندير نهز بنتي في كروسه لحقاش كيف ما كتشوفوا كيف الطريق بحال هكا مضيقه. المهم هزها غير في ايدي و غادي ندير جوله وغادي نوري لكم معايا هادشي كيفاش داير. وهنا كما كتشوفوا وصلنا لواحد البلاصه فيها بحال الشلال. انا غنوريكم شوفوا على مغاره كيفاش دايره. ناري على دروج غتقولونا غادي نحجوا 10 دروج ما قدرتش نطلع. جوليا منوبه عليها انا وباها مره كنشدها انا مره باها. مابقاش قادره نطلع الدروج. شوفوا على منظر شوفوا على مغاره كي دايره. تيخلع لكن خاص الركابي يكونوا صحاح باش يطلعوا في الدروج. راه بابا نوال راه شفتو ربنا تعالى. وهنا كما كتشوفوا معايا كاين هنا واحد السكوليت ديال دب. هذا دب هذا هو السكوليت ديالو كما كتشوفوا. هنا الراس والهيكل العظمي ديالو كاملين. هنا كما كتشوفوا الرجلين العظام ديالو. طبعا هذا هيكل عظمي حقيقي. المهم هاد البلاصه هادي واحد الكروتا ولا واحد المغاره اسميتها لا كروتا دي بوسيا. كاينه بالضبط في البروفينس دي كونيا. المهم راه الا قدرتوها في جوجل راه غطلع لكم بلاصه وكلشي. غير هو ما تجيوش لا عندكم دراري صغار ولا شي حاجه لحقاش غادي تعذبوا بزاف بزاف. انا جوليا عذباتني 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 ما بقيتش قادره نطلع. الدروج دايرين بحال هكا مره كنهز انا مره كنهز باها ولكن كان علينا نجيبوا شي حماله ديال الدار ولا شي حاجه. المهم ما علينا حنا باقيين هنا كندورو كما كتشوفوا لهي الفوق كاين واحد ثلاثه الكورات. المهم هاد البلاصه كتبغي صراحه تجي ليها مع الناس الكبار ما يكونوش عندك دراري صغار داكشي حقاش يعياو وتبقاي تشوفي داكشي انتريسانت زعما خمسه نشوف واحد الهياكل اخرين. وهادو كيف ما كتشوفوا معايا هنا بقايا ديال بعض العظام ديال الحيوانات اللي كانوا هنا. هذا كل عطيمات عطيمات مشويات مقليات فريت. شوف هاد البلاصه بقوة الوميديتي اللي كاينه لداخل ما تهبطوا على حتى شي قطرات ديال الماء. قوة الوميديتي الشعر ديالي تشوك طلع طلع. قالت لكم اسيدي هاد المغاره تكتشفات نهار 2 شهر 6 1816 وكتشفت كتشفتها اكتشفها واحد الراجل. وملي اكتشفها عاد باش عطاو لاكورد انها تتحل للبوبليك وكانت اول مغاره تتحل للبوبليك في ايطاليا. ومسكينه المراه كتشرح وانا وما نعرف نموت بالضحك. ما نرقات لي هذا اللي اكتشفها ما عند باباه شغل عرفتو غنموت وغنموت وغنموت بالطلعات والهبطه. هنا لي فيو جيرلز راهي العيا سي ستانكو ها وي دورميري سبحان ولدي الاحوال ولدي مسكين زكا قال لك عييت. هاي راين راين
وضربنا دويره. اش غنقول لكم، طلعنا سلسل الفوق ورجعنا للبلاصه فين كاين الهيكل العظمي ديال الدب باش ندير واحد الاستراحه. عاد عييت عييت واحد العيبه نقولش لكم، بقيت هزه بنتي عاصو سخفت الدروج طلعوا الهبيط وبقينا تنتناوبوا عليها، ولكن مع ذلك لا عندها دراري صغار بلا ما تجي لان غتعذب. يدي ركدات عليا، ولكن المغاره صراحه زوينه. اللي بغى يجي لهنايا هادشي اللي كيعجبو، هادشي ديال المغارات بقى يسمع في الشارح وبقى يسمع يعني في شكون اللي اكتشفها وقعد شروحات كاملين. كاين واحد الباب قالت لك لا هو الباب تيتسمى باب الجنه، انا هزيت عيني طليت بحال كبا ليا داكشي كحل وداكشي سايح وداكشي هابط سايح داكشي هابط بحال هكا. قلت هذا باب ديال الجنه، هذا باب ديال جهنم. كل اللي طليني لا صوت راه كوزا صونا. وهنايا مهم حتى واحد الدروج كيف ما كتشوفوا انا كدايرين واحد الهبطه ما نقولش لكم. سولتها قلت ليها شنو انواع ديال الحيوانات اللي يقدروا يكونوا عايشين هنا، قالت لي كاين 126 نوع ديال ماشي حتى حيوانات ديال الحشرات، يعني تقريبا 126 نوع. قلت لها مناش كيتغداو، يعني هنا ما كاين والو، ما كاين لا ما كاين زعما لا نباتات لا والو، كاين غير هذا الحجر هذا اللي تيكبر على حساب الوميديتي ولا على حساب وفاش تيش كانت الوميديتي الرطوبه اللي تتكون هنايا اللي تسببها الماء واللي كاينه بهاد الشلالات اللي كاين. الحشرات هادو تيتغداو من ملي كندخلوا هنايا هنا، يعني من العراق الشعر طاح البكتيريا اللي تتكون في الانسان اللي كيجي يزور هاد المغارات هادو، من تماك هذاك هو الغذاء ديال هذوك الحشرات، هذاك 126 نوع ديال الحشرات اللي ساكنين هنا. اخيرا قربنا نخرجوا من المغاره الجميله. عييت رجلي ركبيت شلو عليا شي ترعدوا منقولش لكم شحال زدنا، ساعه ونص وحنا وسط هاد الغار. اوه questi disegni invece da dove vengono? عرفتوا 1300 درجه في المجموع ماشي سهله. تنحس بركابي ديالي فشلو، ما نهار دابا سرحتني شدت ليا هي تجولي واحد شويه ما نقولش لكم. عرفتوا رجليا فشلو حق الله العظيم، ما بقيت قادره نزيد. وهنا تحت كاين واحد البار غنمشيو نشرب واحد القهوه، البار نيت اللي تابع للكروطا كما كتشوفوا معايا هنايا. هذه لا كروطا دي بوسيا، سميتها الكروطا دي بوسيا، مغاره بوسيا في بروفينسا ديال كونيو. يا اختي عييت لقد تعبت مياو. شوف واحد يمشي شحال زوين. اجي نقول لك اجي فالغزالات ديالي كيف ما شفتوا كان هذا فيديو اليوم. طبعا ما شاركتش معكم الايام كلها اللي دوزت في ايطاليا، لحقاش راكم عارفين كان معايا الابن ديالي وبنتي وراجلي والصديقه ديالي مانا الاولاد، راكم عارفين ماشي سهل انك تبقى هازه كاميرتك وتدوري وتسجلي. فحاولت انني نعيشكم معكم، ما كيعجبنيش نمشي شي بلاصه ونغبر، يعني ضروري نشارك شي حاجه معكم نتفوج واحد شويه. وشكرا بزاف، نشكركم بزاف على التعليقات في الفيديو السابق، شكرا لكم من القلب الخالص، شكرا على التعليقات ديالكم على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم، ولي الشرف انني كنقدر نفوج عليكم واخا يعني بعيده، واخا يعني كنخرج دوك الخرجات كتستمتعوا بهم واخا نتوما بعاد وماشي معايا، ولكن انا راه تنكون ديما قلبي معكم وديما بالي معكم بهذا. واخا في عطله قلت ضروري نشارك معكم هذه المقتطفات كامله وهادشي اللي داز. كنتمنى من كل قلبي يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم، ونشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. انا الحال اولا انا الان في داري في المانيا، نشوفوا ان شاء الله فيديوهات جديده كلها حماس كلها يعني متنوعه كما العاده. تهلاو ليا في راسكم بزاف وما تنسوش راكم ديما في القلب. باي باي.